السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح حامد، وبهالفيديو راح نعاين جهاز السامسونج جالكسي ألفا. أولا خلينا نبلش في التصميم. الجالكسي ألفا بيجي بإطار معدني، بالإضافة لأنه أزرار الجهاز نفسها اللي موجودة حوالين الجهاز أيضا مصنوع من المعدن، الإشي اللي بيخلي مسك الجهاز في الإيد مريح واستجابة الأزرار معك بتكون كثير منيحة. بس الجهاز مش كله مصنوع من المعدن، فظهر الجهاز مصنوع من البلاستيك، إشي شبيه نوعا ما باللي شفناه على الاس 5، ولكن في تعديل كثير ممتاز هون، انه بدل ما يكون عندنا هون بلاستيك المنقط او نفس الشكل المنقط اللي شفناه على الجالكسي اس 5، في عندنا هون بلاستيك نوعا ما من الربر، بحيث انه لما تمسكه بيكون له شعور مختلف شوي، فهو طري نوعا ما، وهذا الاشي بالاضافه للاطار المعدني بيعطيك شعور ممتاز جدا لما تمسك الجهاز، خصوصا انه جوانب الجهاز كلها جايه مش على شكل دائري او مش على شكل منحني، بل على شكل مربع نوعا ما، الى حد كبير اشي شبيه باللي شفناه بالايفون. بالإضافة للثنية الصغيرة اللي موجودة على الزوايا الجهاز اللي بفصل ما بين الواجهة الأمامية والجوانب حوالين الجهاز، الأمر اللي بعطي الجهاز شعور كثير مريح في الإيد عند المسك، وخصوصا أنه حجم الجهاز مش كبير، فالجهاز طوله 132.4 ملليمتر وعرضه 65.5 ملليمتر وسمكه فقط هو 6.7 ملليمتر، فهو رفيع جدا جدا مقارن ببعض الأجهزة اللي موجودة حاليا. وزن الجهاز 115 جرام، الإشي اللي بخلي التعامل مع الجهاز كثير مريح وما بغلب أبدا، بحيث أنه الجهاز مش دفش مثل ما حكينا من الأبعاد قبل شوي، لأنه شاشته صغيرة. خلينا نحكي أكثر عن الشاشة. شاشة الجالكسي ألفا هي بحجم 4.7 إنش من نوع سوبر أموليد، بس سامسونج ما زودوا الجهاز بشاشة بدقة فول اتش دي اللي هي 1920x1080، بل اكتفوا بشاشة بدقة اتش دي اللي هي 1280x720 بكسل، اللي بتعطينا كثافة بيكسلز اللي هي البيكسل بير انش 312. وهذا الاشي ما بيعني انه الشاشة مش منيحة، لا بالعكس، فالوان الشاشة ممتازة ووضوحها والشاربنس بحيث انه بتقدر تشوف كل الديتيلز في الصور بشكل واضح، بالاضافة انك تقدر تنزل اضاءتها لدرجة كثير كثير منخفضة، وهذا اشي كثير بيساعد على القراءة وعلى التصفح وعلى استخدام التليفون بشكل عام خصوصا بالليل. الان خلينا نحكي عن الكاميرات. السامسونج جالكسي الفا مزود بكاميرتين. الكاميرا الأمامية هي بدقة 2.1 ميجا بكسل، وهي من أفضل الكاميرات الأمامية اللي شفتها بأي تليفون على الإطلاق لغاية اللحظة، تقريبا إشي جدا مشابه للي شفته على الجالكسي نوت 4، بحيث أنه حجم فتحة العدسة كثير كبير لدرجة أنه بس تيجي بدك تصور إن كنت في غرفة عادية ممكن تشوف الحيطة اللي على يمينك واللي على شمالك، بالإضافة للسقف، لدرجة أنه الحائط اللي خلفك بالكامل بيكون مبين، بحيث أنه فتحة العدسة من كبرها بإمكانك أو بتسمح لك أنك تظهر ناس كثير، في حالة مثلا كنت بدك تصور سيلفيز فبإمكانك تأخذ صورة مع مجموعة كبيرة من الناس بدون ما تضطر أنك تستخدم الكاميرا الخلفية وتمد ايدك او تستخدم سيلفي ستيك على سبيل المثال. اما الكاميرا الخلفيه فهي بدقه 12 ميجا بكسل، والابتشر تاعها هو f2.2، بمعنى اخر ان الصور اللي بتصورها الجهاز مش عاطله، فعنا الوان الصور اللي بخذها الجهاز ممتازه، بحيث انه ما في عنا مبالغه كبيره بتوليد الالوان، فالالوان نوعا ما اقرب الى الطبيعيه، بالاضافه الى انه الفوكس تاع الجهاز كثير سريع، ومش حتى بالصور بل كمان بالفيديو الكاميرا كثير ممتازه، وبتصور مش بس بدقه فول اتش دي بل بدقه يو اتش دي، وبتقدر تصور لحد 120 فريم اذا كنت بتصور بدقه اتش دي عاديه. وطبعا في عندنا ال LED فلاش اللي موجود جنب الكاميرا الخلفيه. الجالكسي الفا مزود بواحد من احدث ثلاث معالجات عند سامسونج اللي هو الاكسونوس 5 اوكتا 5430، وهذا المعالج هو واحد من ثلاث معالجات تم اضافتهم جديد من سامسونج اللي بيشتغلوا بتقنيه ال 20 نانومتر. المعالج اللي موجود على الجالكسي الفا هو عباره عن معالجين فعليا، عندنا معالج من نوع كورتكس A15 رباعي النواة بسرعه 1.8 جيجاهرتز، والمعالج الثاني اللي هو كورتكس A7 ايضا رباعي النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز، فالتوتال هنا في عندنا معالج 8 النواة، ولكن هذول المعالجات او هذول الكرات الثمانية ما بيشتغلوا كلهم مع بعض، ففي عندنا الاربعة اللي هم مع الكورتكس A7 بيشتغلوا بالوضع العادي، ولما الجهاز يحس انه بيحتاج لمزيد من قوة المعالجة في حال ان كنت تلعب او في حال ان كنت تستخدم اشي بيستهلك الجهاز بقوة، بيستخدم الثمان كرات مع بعض. هذا الاشي بشكل عام بنتج لك تجربة العاب على الجهاز واستخدام كثير ممتازة، بحيث انه في الالعاب مش راح تلاحظ وجود اي اشي اسمه دروبينج فريمز، اللي هو لما يكون الجهاز مش ملحق على اللعبة فبتصير بتبلش اللعبة تنتع نوعا ما، وهذا الاشي بيعود معالج الصورة اللي هو الجي بي يو اللي موجود على الجهاز اللي هو من نوع مالي
T628MP6 وهو من أحدث المعالجات في هذا المجال اللي بيعطي أداء كثير ممتاز. ومع إنه الرام اللي موجودة على الجهاز هي 2 جيجا ولكن أعطاني بنشمارك تيست أعلى من أي جهاز شفته لحد الآن باستثناء الجالكسي نوت 4. اللي منكم بيعرف إيش يعني بنشماركس، فالجالكسي ألفا سجل 50,000 نقطة على أنتوتو بنشمارك، وهذا رقم جدا جدا عالي بحيث انه اعلى من الـ HTC One M8، اعلى من الـ S5، اعلى من الـ Note 3. ولكن مع هيك لما تلعب لعبة مثل Asphalt 8 على سبيل المثال، الجهاز ببلش يحمى شوي من الخلف، ولكن هذا الاشي طبيعي بحيث انه اي جهاز في العالم لما تشغل اشي بيتطلب مجهود كبير من الجهاز، ان كان من معالج الصورة او من معالج الجهاز نفسه لفترة طويلة، اشي طبيعي انه راح يحمى. فبشكل عام ما في عندي اي ملاحظات نهائيا على موضوع الاداء، فكان الجهاز اداؤه ممتاز جدا جدا جدا. من ناحية الاتصال فالجهاز موجودة فيه اغلب الامور اللي بنتوقعها من اي جهاز بنشوفه يعني حاليا من الاجهزة الجديدة، مثل الواي فاي، الـ ABGN والاي سي، بالاضافة لبلوتوث 4.0 LE اللي هي اللو انرجي اللي هي مخصصة لاستخدام الجهاز مع امور مثل الساعات الذكية على سبيل المثال بدون ما تخلص بطارية الجهاز بسرعة. بالإضافة إلى أن الجهاز بيدعم تقنية الجيل الرابع اللي هي 4G LTE، بالإضافة إلى GPS والـ NFC وIR لتستخدمه كريموت لتتحكم في الأجهزة. ولكن ملاحظة أن الجهاز مش مزود بفتحة مايكرو SD كارد، بمعنى آخر ما بتقدر تزيد مساحة التخزين الموجودة على الجهاز، فالجهاز بيجي فقط بمساحة تخزين واحد اللي هي 32 جيجا بايت. وملاحظة أنه في عندك حوالي 7 جيجا بايت من هذول 32 مخصصين لنظام التشغيل ما بتقدر تستخدمهم، يعني بصفي في عندك 25 جيجا بايت بإمكانك أنك تستخدمهم علشان تحط عليهم صورك وملفاتك وأغانيك وكل هاي الأمور. وأخيرا في عنا منفذ USB 2.0. الجالكسي ألفا مزود بأحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد اللي هو 4.4.4، بالإضافة لواجهة المستخدم الخاصة بسامسونج اللي هي تاتشوز. وطبعا هون ببين عنا قديش الألفا ماخذ من الأس 5، بحيث أنه كثير من الميزات اللي قدمت في الأس 5 موجودة في الجالكسي ألفا. ففي عنا نظام التشغيل بنفس الشكل، يعني نوعا ما جاي فلات بحيث أنه نفس شكل الأيقونات ونفس الميزات مثل الألترا باور سيفينج مود اللي شفناها على الجالكسي أس 5 اللي بتسمح لك أنك تستخدم بطارية الجهاز بشكل ضخم جدا، بحيث أنه 10% ممكن تكفيك لأكثر من يوم كامل، بالإضافة لتطبيقات مثل S Health والسامسونج Essentials اللي بتسمح لك أنك تنزل مجموعة من التطبيقات اللي عملوها سامسونج لأجهزتها اللي بتسمح لك أنك تستخدم كمان وكمان من ميزات الجهاز ومن الهاردوير الموجود على الجهاز. فمثل ما حكيت، إذا استخدمت الجالكسي S5 مش راح تلاحظ فرق كبير جدا في واجهة المستخدم وفي تصميم واجهة المستخدم عن اللي أنت متعود عليه. خلينا الآن نحكي عن البطارية. الجالكسي ألفا بيجي مع بطارية قابل للإزالة بسعة 1860 ملي أمب. عمر البطارية بيعتمد على طبيعة استخدامك. أنا شخصيا استخدمته بشكل معتدل نوعا ما وبشكل ثقيل عشان أجرب هيك وهيك. الاستخدام الثقيل كان عبارة عن تقريبا ساعة ساعتين من الألعاب، بالإضافة لأني حضرت فيلمين كاملين عليه، بالإضافة لسوشيال ميديا إن كان فيسبوك إنستغرام وتويتر، بالإضافة لويب براوزنج بشكل عام. صمد معي لحوالي 12 ساعة من الاستخدام المتواصل على إضاءة 60% وهي عالية شوي، فإذا استخدمته على إضاءة أقل راح يطول معك أكثر. والسبب برجع هون لطبيعة المعالج اللي بيساعد في توفير الطاقة، بالإضافة لحجم الشاشة الصغير وحجم الجهاز الصغير بشكل عام. هذا الإشي بيساعد على أنه الجهاز ما يصرف وما يستهلك طاقة بشكل كبير. أما على الاستخدام الطبيعي لما ما تقوم باستخدام الجهاز بشكل يعني مكثف نوعا ما، راح يصمد معك الجهاز بكل أريحية ليوم كامل وممكن يزيد معك لليوم الثاني، وهذا الإشي من النوادر أنه نشوفه بالأجهزة الحديثة وخصوصا بجهاز بمواصفات عالية جدا مثل اللي موجودة على الألفا. خلينا الآن نحكي عن المواصفات الإضافية. الجالكسي ألفا أخذ أكثر بس من مجرد شكل السوفتوير من الأس 5، فأخذ بعض المواصفات منه مثل بصمة الأصبع اللي بتقدر تستخدمها لأنك تفتح وتسكر الجهاز، بالإضافة لأنك تعمل ساين إن للسامسونج أكاونت وتدفع فيها عن طريق البيبال. ميزة أخرى أخذها الجهاز اللي هي مقياس نبضات القلب اللي موجود جنب الكاميرا تحت الفلاش على طول، وهذا السنسر بيشتغل مع تطبيق الأس هيلث علشان يعطيك قراءة مستمرة لنبضات القلب، وبإمكانك تنتج سجل علشان تتابع فيه حالتك الصحية. في هون ملاحظتين لازم أذكرهم. أول واحدة إنه الجهاز غير مقاوم
المي، وهذا إشي صراحة خيب أملي شوي. الملاحظة الثانية أنه مدخل شريحة الخط بالجالكسي ألفا هو مش مايكرو سيم كارد اللي تعودنا عليها بأغلب أجهزة الجالكسي وبأغلب الأجهزة الثانية، بل هي نانو سيم كارد اللي هي نفس حجم بطاقة أو شريحة الآيفون. خلينا الآن نحكي عن السعر. السامسونج جالكسي ألفا متوفر على Amazon.com بسعر $800، والسعر المتوقع للمملكة الأردنية الهاشمية راح يكون ما بين 550 ل 600 دينار، وراح يكون الجهاز متوفر متوقع أيضا في منتصف شهر أكتوبر، يعني تقريبا أسبوعين من الآن، وراح يكون متوفر بالأسواق الخليجية أيضا في نفس الفترة أيضا توقع. وبالنسبة للسعر راح يختلف من موزع لموزع، فالموضوع بيختلف دائما لأنه الوكيل له تكاليف تكاليف غير، بيكون في له أرباح مختلفة عن الآخر، فراح يكون السعر مختلف نوعا ما ما بين وكيل ووكيل، ولكن بشكل عام هذا الرينج راح تتوقع فيه سعر الجالكسي ألفا. خلاصة الحكي أو زي ما بحكوها الزبدة، الجالكسي ألفا من ناحية التصميم هو شكل رائع جدا، والهندسة التصميم بشكل عام من ناحية الزوايا ومن ناحية المواد المستخدمة في الجهاز بتسهل كثير التعامل معه، وأعتقد أنه هذا الجهاز هو بداية لجيل جديد من أجهزة سامسونج اللي راح نشوف أنهم بيهتموا كثير فيها من ناحية المواد المستخدمة في التصنيع ومن ناحية تجربة المستخدم بالتعامل مع الجهاز بشكل عام. والموضوع already بدأ مع الجالكسي نوت 4. من ناحية الأداء فالجهاز رائع جدا، بحيث أنه ما واجهتني أي مشاكل إطلاقا في شو ما كنت أشغل عليه، إن كان تطبيقات أو ألعاب نظام التشغيل ما كان يواجه أي مشاكل، وأداء الجهاز نفسه ما كان عليه أي حكي إطلاقا. بالنسبة للشاشة يعني مش أفضل شاشة ممكن تلاقيها بالسوق، ولكن جيدة نوعا ما. بالنسبة للبطارية بالنسبة لمعظم الناس مش راح يقدر، يعني مش راح يضطروا انهم يشحنوه اكثر من مرة واحدة باليوم، لانه بشكل عام بصمد بشكل كبير. بالنسبة للسعر برأيي شوي عالي، بعض المواصفات فيه كثير عالية، ولكن كان في امور على حساب امور ثانية. فبرأيي الشخصي اذا كان العامل الوحيد اللي بلعب يعني الاشي اللي انت بدك تعمل عليه او تبني عليه قرارك هو الحجم، انه انت بدك جهاز بحجم صغير نوعا ما ولكن قدرات عالية، فالجالكسي ألفا نعمل علشانك. اما اذا كان الحجم مش مشكلة عندك اشتري جالكسي نوت 4.